يقف عمر قرب حلم كان يريد تحقيقه منذ سنين، تمثال سيدتي الجميلة الذي كان أول تمثال ينصب في الموصل بعد تحريرها، حيث كان هذا النحات يخطط لنحته وتشييده في هذا المكان وهو في سطوة الأسر عندما كانت المدينة محتلة. 33 شهرا قضيتها في مدينة الموصل، لم أغادرها نازحا، بقيت مختبئا في منزل والدي. لدينا سرداب في البيت حولناه إلى ورشة لممارسة أعمالنا النحتية، كنا متفرغين، ليس لدينا أعمال ووظائف، فكرسنا كل وقتنا لإعادة الأعمال النحتية التي فقدتها مدينة الموصل. كم عمل أنجزت؟ أنجزت قرابة 15 عملا في تلك الفترة. عادت العديد من التماثيل إلى أماكنها، فهنا تمثال فتاة الربيع يتوسط المدينة القديمة وسط مشاهد الخراب والدمار. وليس ببعيد عن هذا التمثال تمثال السواس الذي يرحب بالقادمين من مدن الوسط والجنوب. هو رموز يعني الموصل، وتمثال يعني احنا قديمين هنا، والله احنا يعني خيفنا من هذا الجانب، التمثال يعني مثلنا مثل الموصل. اما في هذا المكان تمثال عثمان الموصلية الذي يحكي الشعر عن الموصل ويلحن تاريخها بعبق ماضيها وعراقته وصمودها في الأزمات التي عاشتها. فسابقا كانت هنا عاصمة الآشوريين، وفي حاضر الأيام هذه ثاني كبريات مدن العراق. عثمان الموصلي هو شاعر وبنفس الوقت أديب وبنفس الوقت ملحن وبنفس الوقت مغني، رمز من رموز نينوى ومداح. رمز، نعم، رمز من رموز نينوى، يعني تجمع به كل الصفات، وهو من النوادر. عمل النحاتون في الموصل على إعادة أغلب التماثيل المهمة والبارزة التي تصور للزائرين من هم أبناء هذه المدينة وما الذي قدموه لأجلها على مر الزمان وما الذي تحمله من تاريخ. قد تبدو هذه التماثيل لوهلة أنها صامتة، لكنها تحكي بطريقة أو بأخرى تاريخ هذه المدينة لمن يسأل عنها. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.